Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 15 سبتمبر عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. الحرية والتغيير تتهم النظام البائد بخلق استقطاب حاد بين الجيش والدعم السريع، والكونغرس الأمريكي يرحب بمشروع الدستور الانتقالي ورفض من الحزب الشيوعي ومنظمة لا لقهر النساء. ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 133 حالة وفاة وإصابة 47 متظاهرا واعتقال 45 آخرين في مليونية 13 سبتمبر. وقفة احتجاجية في الخرطوم للمطالبة بإلغاء حد الرجم واستمرار إضرابات أطباء الامتياز والعاملين في شمال دارفور وجنوب كردفان. استمرار النزوح جراء الاشتباكات القبلية في أبو زبد بغرب كردفان وارتفاع عدد النازحين بسبب أحداث النيل الأزرق إلى 66 ألف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. اتهمت قوى الحرية والتغيير النظام البائد بالسعي لخلق استقطاب حاد بين القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح، وقالت انه وضع خطير سيقود البلاد لحرب أهلية طاحنة. وقالت في بيان انه عناصر النظام البائد تقوم بحملة ممنهجة ومرتبة تهدف للدفع بالصدام داخل المؤسسة العسكرية وخلق شقة واسعة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين من اجل العودة للمشهد مرة اخرى. وأكدت إنها لن تكون طرفا في هذه المعادلة الاستقطابية من أجل مصالح البلاد العليا وسلامتها وأمنها، وشددت على الوصول لجيش واحد قومي ومهني كأولوية قصوى تضمن دمج كل القوات الموازية في جيش واحد. أعلن الناطق باسم المجلس القومي للدفاع المدني عميد شرطة عبد الجليل عبد الرحيم ارتفاع ضحايا السيول والأمطار إلى 133 حالة وفاة وإصابة 120 شخص، وأشار في تصريحات صحفية إلى انهيار أكثر من 53 ألف منزل بشكل كامل وانهيار جزئي لنحو 71 ألف منزل في المناطق المتضررة. نظمت كيانات نسوية يوم الأربعاء وقف احتجاجي أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الخرطوم لمناهضة عقوبة الرجم والعنف ضد المرأة. وقالت أميرة عثمان رئيسة منظمة لا لقهر النساء في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجة إن الوقفة جاءت على خلفية الحكم بالرجم على امرأة في كوستي، وحملت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب عليها الرجم ليس عقوبة بل تعذيب، لن نصمت، قانون يحمينا وما يقتلنا، معا لإلغاء الانتهاكات. وسلم المشاركون في الموكب مذكرة للمفوض السامي لحقوق الإنسان رفضا لعقوبة الرجم. وأضافت أميرة عثمان في هذا الخصوص: صيغة الفتاة ممكن يكون صدرت على مدى 5 أو 6 حالات وهي لم تنفذ فعليا، لكن كلها كانت بحق النساء، وكان مزدنا هو خاص بالنساء فقط، يعني إنه كان في رجال يعني قياديين في المؤتمر الوطني وفي الحكومة السابقة، وتمت يعني فضائحهم كانت نازلة حتى على السوشيال ميديا ومثبتة بفيديو وموثقة في الأجسام بتاعت البوليس، ومتزوجين 4 نساء وبرضه لم يحكموا بالرجم يعني. فهذا بإضافة لأنه هو بدين لأنه الحكم بتاع الرجم هو حكم يستهدف القهر بتاع النساء يعني. كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن حصر 74 حالة إصابة في مليونية 13 سبتمبر، من بينها حالة دهس لطفلة بعربة تتبع للقوات النظامية، وأربع حالات إصابة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع وإصابة في العين. وقالت اللجنة في تقرير ميداني إنه إحدى الحالات أصيبت برصاص مطاطي بجانب حالات إصابة متفرقة في الجسم نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع والرشق بالحجارة والضرب بالحراوات بجانب حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع. كشف محامو الطوارئ عن اعتقال 45 متظاهرا من بينهم 4 فتيات في مليونية 13 سبتمبر في حراسة القسم الشمالي وسط الخرطوم،
وفتح بلاغات في مواجهتهم تحت المواد 77 و89 و69 الإزعاج العام والإخلال بالسلامة العامة من القانون الجنائي. وقال محامو الطواري في تصريح صحفي إنهم باشروا إجراءات الضمان لهم حتى صبيحة الأربعاء، وأشاروا إلى استخدام القوات الأمنية العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين عن طريق المدرعات الثقيلة وسيارات الدفع الرباعي والدفارات، واستخدمت الغاز المسيل للدموع بصورة مفرطة. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين إصابة الصحفي عمر إبراهيم هنري إصابة بالغة في فكه بعبوة غاز مسيل للدموع أثناء تغطيته لمواكب 13 سبتمبر واقتياد الصحفي أمير صالح قصرا إلى قسم شرطة الخرطوم شمال. وقالت النقابة في بيان أن الصحفية أميرة صالح تعرضت لمعاملة مذلة واحتجزت في الفيدرالية حتى الساعة 9 مساء قبل تحويلها إلى قسم الشرطة واحتجازها هناك. أعلنت لجان أحياء بحري عن موكب مركزي يوم السبت المقبل في شارع المؤسسة تزامنا مع الذكرى الشهرية العاشرة لمجزرة المؤسسة التي راح ضحيتها 17 شخصا. من جهته أعلن كيان غاضبون بلا حدود مدني والخرطوم عن فعالية الغضب الشعبي يوم الخميس، داعيا الشعب للمشاركة في الموكب والفعاليات المصاحبة. من جهة أخرى خرج متظاهرون في أم درمان وبري يوم الأربعاء للمطالبة بإسقاط الانقلاب. رحبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بمشروع إطار الدستور الانتقالي لنقابة المحامين في السودان، وأشادت اللجنة في بيان أصدره رئيسها ونائبه بجهود النقابة لإشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة السودانيين المؤيدين للديمقراطية، وأوضحت أن هذا الإطار يمكن أن يساعد في بناء حكم مدني جديد بعد انقلاب 25 أكتوبر. وحثت اللجنة جميع أصحاب المصلحة على النظر في هذه الوثيقة بجدية واتخاذ خطوات لمواصلة تطوير مبادئها بشكل بناء وبناء توافق في الآراء حول مسار للمضي قدما. قال الحزب الشيوعي أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ليس لها حق قانوني ولا نقابي يخولها بإصدار مسودة الدستور، وأشار الاستقالات حدثت وستحدث من لجنة التسيير. واتهم الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي الفضل في بيان سفارات الاتحاد الأوروبي بالكذب البواح بشأن أن مسودة الدستور التي طرحتها اللجنة التسييرية للمحامين هي من إعداد نقابة المحامين، واعتبر ذلك كذبة كبيرة ومحاولة لتغبيش وعي الرأي العام السوداني وتضليل الرأي العام العالمي. أعلنت منظمة لا لقهر النساء رفضها مشروع الدستور الانتقال الذي عدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. وقالت أميرة عثمان رئيسة المنظمة في مقابلة مع راديو دبنجا أن مقترح الدستور بمشاركة النساء بنسبة 50% لا يعنيها، لأنها ترفض مشروع الدستور من ناحية مبدئية، واعتبرت المشروع تكرارا لأخطاء الوثيقة الدستورية، وطالبت باعتماد مواثيق لجان المقاومة ودمجها في ميثاق مؤسس لإدارة الفترة الانتقالية وكيف يحكم السودان. وأضافت في هذا الخصوص أساسنا المعتمد عليه حاليا إنه سلطة الشعب. الحياة لو ما جاءت من القواعد من فيه وكمثال لها المواثيق بتاع لجان المقاومة تتوحد وتدمج مع بعض في ميثاق مؤسس كيف يحكم السودان وإدارة الفترة الانتقالية بما يصب في مصالح الشعب السوداني. لا تزال الأوضاع في مدينة أبو زبد بولاية غربي كردفان متوترة حتى يوم الأربعاء مع استمرار نزوح المواطنين إلى خارج المدينة، وذلك عقب الاشتباكات القبلية التي أودت بحياة 5 أشخاص وجرح أكثر من 20 شخص. وقال الناشط المنى محمد في مدينة أبو زبد لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات أن الوضع الأمني في المدينة لا يزال متوترا، وهناك حشود للطرفين مع وجود تفلتات داخل المدينة على الرغم من وصول قوات إلى المدينة. وأوضح المنى أن هناك حالة من الرعب والتوجس وسط المواطنين جراء هجمات المتفلتين داخل المنازل وتهديدهم للمواطنين، مشيرا إلى القوات متمركزة في الأطراف. وأضاف المنى لراديو دبنجا من مدينة أبو زبد في هذا الخصوص كل المواطنين في المدينة يعني بشكل عام في حالة بتاع ترقب وحالة بتاع رعب بصراحة، يعني نأمل أنه يعني الدولة تكون من هذه الدولة دولة قانون تحافظ على أمن المواطنين، لأنه ما أصاب المواطن من كل يعني سكان المدينة من الرعب وترهيب
ويعني نهدل المنازل. قال مدير الرعاية الاجتماعية ورئيس اللجنة العليا للطوارئ بإقليم النيل الأزرق عز الدين علي سليمان إنه عدد النازحين جراء أحداث النيل الأزرق بلغ 66 ألف من بينهم 9000 داخل الإقليم. وتوقع في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجة تأثر الموسم الزراعي في الإقليم جراء النزوح، وقال إن حكومة الإقليم أعلنت عن فجوة غذائية في وقت سابق مشيرا إلى استمرار التدخل الإنساني من المنظمات، وأشار إلى عودة عدد كبير من اللاجئين من أثيوبيا وجنوب السودان. وأضاف مدير الرعاية الاجتماعية ورئيس اللجنة العليا للطوارئ بإقليم النيل الأزرق عز الدين علي سليمان في هذا الخصوص: قلنا نحن عندنا برضو أعداد مقدرة من العائدين من اللجوء من دولة جنوب السودان ومن دولة أثيوبيا، كان برضو بدأ يتقاطروا من فترة الصيف أو نهايات الصيف وإلى الآن فترة الخريف، برضو ممكن محتاجين لمساعدات عاجلة من ناشطة الوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية توجه إلى النيل الأزرق أو تلقي التقارير الموجودة. أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور عن ظهور 3 حالات مؤكدة لالتهاب الكبد الوبائي النمط A بنسبة عالية وسط النساء، بجانب ظهور 3 حالات لحمى الضنك بمنطقة أبو زريقة التابعة لمحلية دار السلام، و3 حالات لفيروس كورونا بمدينة الفاشر. وكشف المدير العام لوزارة الصحة بالولاية دكتور محمد إدريس دليل في تصريح لوكالة السودان للأنباء إنه إدارته قد تلقت بلاغا من محلية دار السلام بوجود حالة وفاة لامرأة واحدة عقب الولادة مباشرة بمنطقة أبو زريقة. مدد أطباء الامتياز إضرابهم لمدة 72 ساعة اعتبارا من الأربعاء بسبب عدم استجابة وزارة الصحة الاتحادية لمطالبهم بصرف مرتبات 8 أشهر. وقالت لجنة أطباء الامتياز في بيان إنه اليوم الثالث من الإضراب حقق استجابة واسعة في 32 مستشفى ب6 ولايات، حيث سجل 28 مستشفى نسبة استجابة بلغت 100%، بينما تراوحت الاستجابة في بقية المستشفيات بين 90% إلى 40%. واصل العاملون في ولاية شمال دارفور إضرابهم للشهر الثاني مطالبين بالهيكل الراتبي الجديد وصرف الفروقات المالية للفترة من يناير وحتى أبريل وفروقات العيدين والترقيات والعلاوات. وأكد عاملون لراديو دبنجة تمسكهم بالإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم، ويستثني الإضراب الطوارئ وبنك الدم والسلخانات والتحصين. وفي الأثناء واصل العاملون في الخدمة المدنية بولاية جنوب كردفان الإضراب للأسبوع الثالث مطالبين بمستحقات مالية. تواصل اعتصام محلية السريف في ولاية شمال دارفور وإغلاق المحلية لليوم السادس على التوالي احتجاجا على تعيين ناظر لقبيلة بني حسين. وأوضح أحد المعتصمين لراديو دبنجا إن الحكومة لم تشرع بعد في معالجة المشكلة، وأشاروا إلى إخلالها باتفاق سابق بعد تعيين ناظر للقبيلة إلا بعد عقد مؤتمر جامع. يحتجز محتجون عدد من شاحنات الملح في محمد جول على طريق شلاتين بورسودان للأسبوع الثاني على التوالي بسبب نزاع قبلي على ملكية محلية رواي في محلية جبيت المعادن بولاية البحر الأحمر. وقال محمد أحمد موسى في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إنهم يطالبون بتسليم مبالغ المسؤولية المجتمعية إلى المحلية وليس إلى الطرف الثاني من النزاع إلى حين ترسيم الحدود بين القبيلتين. وأضاف محمد أحمد موسى في هذا الخصوص: منطقة يقولها رواي هي الملي أساسا، أحلية جبيت المعادن، والإشكال بين قبيلتين أو القبيلتين الأرض دي فيها نزاع، ونحن مورين الولاية هنا إنه المسؤولية الاجتماعية تستلمها المحلية ما يستلمها الطرف الثاني، في طرف استلمها. الخبر الأخير في النشرة: قالت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر إنه إطلاق سراح المتهم بقتل الشهيد حنفي عبد الشكور الرائد بقوات الدعم السريع وعدم تمكن المحامين من الحصول على قرار المحكمة يعتبر ذبحا للعدالة وآخر مسمار في نعش الدولة. واعتبرت في بيان القرار بمثابة ضوء أخضر للضباط والعساكر بالقتل والتعذيب، وطالبت بالإسراع في إسقاط الانقلاب حتى لا تتواصل الجرائم. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.